عديدة هي المراكز العلمية التي تضمها مدينة قم المقدسة، من أبرزها مكتبة السيد المرعاشي النجفي، والتي تعد بمثابة صرح علمي كبير حصن التراث الإسلامي من الاندثار. وتصنف هذه المكتبة التي أسسها المرجع الديني شهاب الدين المرعاشي النجفي بجهوده الشخصية ثالث أكبر المكتبات في العالم الإسلامي بعد مكتبة السلطانية في تركيا ودار الكتب في مصر. مخطوطات قديمة وكتب نادرة جعلت من هذا المكان مركز إشعاع فكري يأوي إليه المحققون والباحثون في العلوم الإسلامية. أهداف حضرة آية الله عظمى مرعاشي النجفي دار من أهداف السيد المرعاشي في تأسيس هذه المكتبة هو حفظ التراث الإسلامي، وقد بذل السيد المرعاشي جهدا كبيرا في هذا السبيل. نتج عنه جمع أكثر من 250 ألف كتاب ومجلد من المخطوطات القديمة، وهي في متناول الكتاب والباحثين. وباعتبار أن الكتاب والمكتبة هما أساس الثقافة والحضارة الإسلامية، بدأ السيد المرعاشي بتجميع نوادر الكتب والمخطوطات وهو طالب للعلوم الدينية في مدينة النجف الأشرف، مواصلا هذا المشروع حتى أواخر أيام حياته وهو مرجع ديني كبير في مدينة قم المقدسة، وقد تحمل المشاق الكثيرة في هذا السبيل. الكتب الخطية والمؤلفات الإسلامية لم يتم تجميعها وفهرستها بهذه الصورة من قبل السيد المرعشي، والذي بذل مساعي حثيثة لإنجاز هذا العمل متحملا الصعاب، حيث كان يصلي ويصوم نيابة عن الأموات لجمع كمية من الأموال لشراء الكتب. خزين واسع وثمين من المعارف والعلوم تضمه المكتبة وبلغات مختلفة، ويصل مجموع الكتب المطبوعة بأكثر من 30 لغة أوروبية إلى قرابة 30 ألف مجلد. أما الكتب المطبوعة باللغة العربية والفارسية والتركية والأردية فيبلغ أكثر من 450 ألف مجلد. مخازن المكتبة تضم الكثير من المخطوطات النادرة والتي يعود تاريخ نسخها إلى القرن السادس الهجري، وكثير منها بخط مؤلفيها، كما توجد هنا نسخة نادرة للقرآن الكريم منسوب تدوينها إلى الإمام علي السجاد عليه السلام، وزبور النبي داود عليه السلام مكتوب على جلد الماعز يعود إلى قرابة أكثر من 800 ألف عام. ولشدة حبه وشغفه بالمعارف والعلوم التي تجمعها هذه الكتب والمخطوطات بين دفتيها، أوصى السيد المرعشي النجفي: ادفنوني عند مدخل المكتبة كي تطأني أقدام باحثي العلوم الإسلامية ومحققيها. أحمد علي، الفرات، مدينة قم المقدسة.